عبدو زكريا مازن نوايد. كتعريف بسيط والروجي يشتهي بزاف تعريف هذا الروجي هنايا. التعريف تاعي هو نقول بلي انا هو اول دكتور يولي تاجر الكتروني هنا في الجزائر. كاين بزاف دكاتره الحمد لله وربي كثر من امثالهم. انا ديسيديت سي مون باسكولي توتالمون 180 دوغري من اني درت دكتوراه اون جيني سيفيل ورجعت الدومين تاع لي كوميرس وديجيتال ماركتينغ اون جينيرال. اليوم تاني راني كوفوندر وكنجيري في بواط دو كومونيكاسيون الحمد لله. سما مني كنت في ان دومين تكنيك 100% وليت في ان دومين تاع سيونس هيومان. الشيء اللي خلاني اني نحكم في الدومين هذا هو اني لقيت دي بوان دانترسيكسيون بزاف بين مهارات كنت مكتسبهم وسيتي اينيس ما كنت نمارسهم يوميا بلا علم عليهم. من نهار شفت العلم هذا واكتشفته علميا وعرفت لي سورس هادو كيفاش قاعدين يخدموا لقيت بلي كاين بزاف دي سكيلز عندي اون ميم طون يتقاسموا هاد الشيء مع توسكي ماركتينغ توسكي كوميرس. انسان هذا قدامك مرة انسان يعني بسيط كان لا علاقه عنده بالكوميرس لا علاقه بالتجاره لا لونتربرونيا لا اي شيء. بصح صراحه هذه تجربتي الشخصيه تقدروا تهزوها ريفيرونس تقدر لا انا بور مو قلتها ديجا للجماعه ونزيد نقولها اليوم قدام الحضور. احسن قرار درته في حياتي هذا لو باسكولمون 180 دغري الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الشيء اللي راني خليني اليوم راني واقف قدامكم وقاعد نهضر على التجربه هذه. هذه بالمختصر المفيد شكون هو نزيم نويل وش راه قاعد يدير له. راح يكون عندنا فرص اخرى ان شاء الله ونديفلوبيو اكثر. اليوم الناس اللي راهي في الحضور كسوا الناس بدات اي كوميرس حابه تبدا اي كوميرس ولا راهي تتساءل على الدومين هذا كيفاش ندخل وش هي لي سكيلز ولا وش هما المهارات اللي يليق يكونوا عندي باش نقدر نكون انسان فعال إيفيسيون يعني ناجع يعني نخدم بطريقة ناجعة في الدومين هذا ونقدر ننجح فيه. قبل ما نبدا نجاوبكم على سؤال بسيط راه في رسالكم كامل اسكو الدومين هذا راه مداير ليا ولا ماهوش مداير ليا. انا نقول لكم بلي الدومين هذا واي دومين اللي في بور تو الموند اي اللي با في بور تو الموند في نفس الوقت. علاش اسكو انت حاب تدخل الدومين هذا ولا ماكش حاب تدخل له هذه راجعة ليك وراجعة ليك من عدة جوانب. سما اسكو راك حاب تدخل له غير باش دير دراهم ولا راك حاب تدخل له باسكو عجبك ولا راك حاب تدخل له كيما انا دخلت له باسكو لقيت دي بوينت دانترسيكسيون اللي ماريو بين الشيء اللي عندي والشيء اللي كاين. اليوم هاد الاسئله هادو هما اللي يجاوبوك على المهارات اللي تحتاجهم باش تقدر تدخل الدومين هذا. واول مهاره تريز امبورطونت الناس يعرفوها تجاره الكترونيه راهي تجاره قبل ان تكون الكترونيه سما راهي تجاره كلاسيك ومن بعد ولات الكترونيك سما سا سي ديفلوبي بلي نو لينوفاسيون لي زوتي تكنولوجيك اللي دخلوا دونك ردوا التجاره هذه تجاره الكترونيه ردوها تندار اونلاين ولا تندار فيا دي زوتي ديجيتال برك. دونك اليوم باش تدخل تجاره الكترونيه انا رايي الشخصي والشيء اللي ما كانش عندي من قبل والحمد لله اكتسبته بالخبره المتواضعه اللي راهي عندي اليوم انه لازم تتعلم على الاقل لي باز ولا المينيموم ريكويرمنت في التجاره. هذه مينيموم ريكويرمنت لازم يكون عندك لي باز تاع التجاره لازم يكون عندك مينيموم ريكويرمنت في النيغوسيشن ثم لازم تكون انسان تفاوض مليح لازم يكون عندك مينيموم ريكويرمنت في التسويق في الماركتينغ باش تقدر تبيع المنتج تاعك. والحاجه لا بلوز امبورطون اللي اليوم راني واقف قدامكم ونهضر بها il faut avoir une bonne communication لازمك تعرف تكومونيكي مع الناس لازمك ما تكونش انتروفيرت يعني ما تكونش انسان مغلوق ما تعرفش تهضر ما تشتيش تهضر وحاب تخدم تجاره الكترونيه وبانك بلي التجاره الالكترونيه هذه اليوم بلي راك ورا البي سي وقاعد تخدم وخلاص اذا يعني رانا متفقين التجاره الالكترونيه ماهيش ورا البي سي يا جماعه. التجاره الالكترونيه تندار في ام بي سي مي ليكو سيستيم راه كبير بزاف وفيه بليزيور انترفينون فيه بليزيور زاكس اللي الانسان يتركز عليهم باش يخدم. دونك سي تري امبورطون دو ميتريزي تو سكي سباس دون ليكو سيستيم 360 دغري باش تقدر تنجح. الناس اللي ما يقدروش يعني ولا ما عندهمش المهارات اللي هضرت عليهم كامل مش شرط تكون اكسبيرت فيهم. كاين اليوم بار اكزومبل نهزو خونا اسماعيل مثلا هو هنا ولا خونا جمال هنا خاوتي تهزهم كدو بروفيل هكذا شاك بروفيل عنده لي زافونتاج ولا عنده لي بوين فور لي بوين فابل تاعو. ما منحهمش انهم يكونوا في اليوم في زوج ناجحين الحمد لله بصح هما ايزون سو ماري اونتر لي سكيلز بيرسونيل اللي عندهم ومن بعد لي سكيلز بروفيسيونيل اللي لازم ديفلوبي. اليوم في التجاره الالكترونيه ما نقدروش نختلفوا انه ما عندكش جود ماركتينغ ما عندكش تسويق مليح
مالوريزمون ما تقدرش يعني تروح بعيد، ما نقولكش ما تقدرش تبيع، ما نقولكش ما تقدرش تخرج دي شيفر، يعني ما تقدرش تروح بعيد. ما عندكش اون بون كومونيكاسيون حتكون عندك اشكال كبير من بعد في التواصل مع الناس، حتى تتواصل مع الموردين، حتى تتواصل مع شركات التوصيل، حتى تتواصل مع الزبائن، حتى تتواصل مع فريق عمل. دونك تو اوبليجي دو سافوار كومونيكي، كومونيكي هذه مش غير تعرف تهضر، تعرف كومونيكي هذه نخلي لكم تروحوا تشرشيو عليها وتفهموا كاسكو صافي دير سافوار كومونيكي. راهو دومين واسع بزاف ومفتوح، الانسان كيطور روحه ان شاء الله يلقى. سافوار نيغوسي، لا نيغوسياسيون ولا التفاوض، يعني علم رائع وكبير. ما تعرفش نيغوسي اليوم، انا ولا خويا اسماعيل ولا جمال ولا محمد زكريا ايوب اللي رانا معنا، راه معنا كامل، نقدروا نروحوا فير ان سول فورنيسور مي نقدروا نخرجوا ديفيرون ريزولطا. هذاك الريزولطا فينال اللي يعرف نيغوسي يجيب لو ميور بري ولا يجيب لا ميور افير، هذيك حتعاونو من بعد في لا مارج بينيفيسير تاعو وفي الماركتينغ تاعو، راهو بوكو بلوس اون بلو غروند مارج دو مانوفر. دونك لا نيغوسياسيون الي تري امبورطونت. ما هضرناش على سكيلز واحد اللي خليته هو الاخر واللي راهو قلب الجوهر تاع التجاره الالكترونيه حاليا، سي ميتريزي لي زوتي ديجيتو، هذه سي انكونتورنابل. عطيت لكم لا فاز اللي تقدر تخدم بها في السيستم كلاسيك اللي راهي انكونتورنابل في الايكو سيستم، بعد كاينه لا فاز ديجيتال، هذه هي اللي تدير لو او هذاك لو اي كوميرس. كوميرس اي سي الكترونيك كوميرس، لا فاز الكترونيك الا بوزوان دي سكيلز ديجيتو، ميتريزي بار اكزومبل تو سكي سوشيال ميديا، كونتنت كرييشن، فيسبوك ادز، يوتيوب ادز، المشاكل هادو كامل. ودركا رانا فلير تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال، دونك المونط اون اسوندون يعني بقوه. ماذا بيك تبدا تدخل في الموجه هذه من درك وتبدا يعني تقف روحك عليها. كاين تو سكي تاني دركا ويب 3 بلوك تشين، خويا جمال هنايا راهو مختص في المجال، وان شاء الله تكون عندكم فرصه وين تحضروا لا كونفرنس تاعو بعد غدوه ان شاء الله، يقدر يعطيكم معلومات كبيره عليها. انسان ما يخليش روحو مغلوق وما يخليش الموجه تفوتو. دونك لي سكيلز هادو سون تري امبورطون، اون لي ميتريزون اون لي بيرفورمون شاك جور، وين الانسان كل يوم يطور من روحو ان شاء الله يلحق النتائج مليحه وان شاء الله تنجحو كامل. هذيك مداخله اوليه ان شاء الله، والديبا ان شاء الله مفتوح ان شاء الله.